بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. يقول مولانا: قل يا حب يا حبيبي الأول، قل لهم، قل لا أملك، أو صحيح خطر الملكية لله، لا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولا إخوان الرسول الكرام عليه السلام والرسول الكرام ولا إخوانه وحبوه الملائكة الكرام. العلم يكون كان خالص لله، الغيب يكون غيبا كليا بالنسبة لخلق الله، إلا أن يأذن الله أن يكشف لبعض خلقه جزءا بسيطا من الغيب. قل لا أملك، وزاد الدقة القرآنية سنراها في الفيديو التالي إن شاء الله.